فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خشيت الحائض أن تفوت رفقتها في السفر كما لو كانت إذا خشيت الحائض أن تفوت رفقتها أن تفوت رفقتها في السفر كما لو كانت من خارج المملكة، هل يجوز لها أن تطوف طواف الحج والعمرة؟ لا، تذهب معهم ثم إذا طهرت يأتي بها وليها وتؤدي عمرتها، لأن وسائل النقل اليوم سريعة، ما هي مثل من أول على الإبل. الآن الحمد لله وسائل النقل سريعة من أقصى الدنيا إلى أقصى، إما أن تبقى حتى تطهر وتؤدي ما عليها، وإما أن تذهب وتأتي بعدما يذهب المانع وتكمل ما عليها. والاتصالات اليوم ووسائل النقل متوفرة وسريعة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.